علي البليهي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ومدافع المنتخب الوطني السعودي، تلقى عرضا من أحد الأندية الأرجنتينية للاحتراف خارج المملكة بالدوري الأرجنتيني. تقارير صحفية نقلت أن مدرب المنتخب الوطني السعودي السابق الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، المدير الفني الحالي لنادي سان لورينزو الأرجنتيني، هو من طلب نجم الهلال البليهي ليلعب في صفوف فريقه بدءا من الموسم الجديد. الأرجنتيني أنطونيو بيتزي حصل على توقيع محترف الهلال السابق سيروتي، المهاجم الأرجنتيني أيضا الذي لم ترغب الإدارة أو الجماهير في استمراره ضمن صفوف أزرق العاصمة. وبحسب الصحافة الأرجنتينية فإن بيتزي مقتنع تماما بقدرات سيروتي الذي يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وأيضا كرأس حربة، ووقع معه النادي الأرجنتيني لمدة 3 سنوات في الموسم الجديد، وهو ما يتوافق مع خطة نادي الهلال في الاستغناء وبيع عقود عدد من اللاعبين المحترفين المعارين الذين لا يحتاجهم الفريق. وبعد تواصل بيتزي مع البليهي هاتفيا ومحادثة وكيله أيضا، طلب المدافع الدولي أن على نادي سان لورينزو مخاطبة نادي الهلال مباشرة وبشكل رسمي، علما بأن البليهي يربطه عقد مع الهلال حتى منتصف العام المقبل. وارتفعت قيمته السوقية بشكل كبير بعد أدائه في بطولتي كأس العالم بروسيا وكأس الأمم الآسيوية 2019 إلى 750,000 يورو. وخلال 32 مشاركة في البطولات الرسمية مع الهلال في الموسم الماضي، وذلك بدور المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودور أبطال آسيا والسوبر السعودي أمام الاتحاد، سجل البليهي 5 أهداف رغم تواجده في الخط الخلفي كمدافع. ويعتبر البليهي من ناشئي نادي الفتح، ووقع عقدا احترافيا مع الفريق الأول هناك عام 2015، وبعد عامين من التألق انتقل إلى الهلال في صيف 2017 ليبدأ رحلة جديدة بطموحات مختلفة مع الزعيم. ويتوقع أن لا يوافق الزعيم على بيع البليهي، حيث يعتبر من الأعمدة الرئيسية على أن يتم تجديد عقده في أقرب فرصة، ولكن في حال ضغط النادي ورفع عرضه فقد يوافق الزعيم الهلالي على الإعارة فقط. في خبر آخر، قررت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي في مفاجأة لجمهور اتحاد جدة وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس إنهاء التعاقد مع المدافع الجداوي أحمد عسيري لينهي مسيرة فاز فيها بالعديد من الألقاب مع العميد. الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب تدوينة قال فيها: قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبد الله الحائلي الشكر للاعب أحمد عسيري على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد في السنوات الماضية بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع النادي إثر المخالصة المالية التي تم توقيعها مساء اليوم. وأضاف النادي في بيانه: وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للاعب في مشواره الرياضي المقبل. تقارير صحفية أشارت الشهر الماضي إلى صفقة تبادلية محتملة بين ناديي الاتحاد والشباب لانتقال أحمد عسيري وجمال بجندوح إلى الليت مقابل ارتداء المحترف الجزائري المدافع جمال بالعمري قبيص النمور. إلا أن أحمد المسعود المتحدث الإعلامي لنادي الشباب نفى هذه الأنباء جملة وتفصيلا، وأكد أن بالعمري مستمر مع الليت. ويعتبر أحمد عسيري من أبناء النادي، حيث بدأ مع الاتحاد منذ أن كان في الناشئين إلى أن وقع عقدا احترافيا في يوليو 2012، وكان عقده ممتدا حتى يوليو 2021 قبل توقيع المخالصة المالية.
وشارك المدافع صاحب 27 عاما مع الاتحاد هذا الموسم في 26 مباراة بجميع المسابقات. يذكر أن فريق الاتحاد أنهى موسمه الاستثنائي في المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، كما تأهل للدورة 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، ولكنه خسر نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام السكر القصيم بهدفين مقابل هدف. وكان لعسيري واقعة شهيرة في مباراة ديربي جدة أمام الأهلي بالدور الثاني لدوري المحترفين، حيث كان الاتحاد متقدما بهدف نظيف، ولكن استطاع السوري الدولي لاعب الأهلي عمر السومة بمهارته الخاصة أن يحرز هدف التعادل في الوقت الذي كان عسيري واقفا بجانب السومة قبل وأثناء لعبه الكرة، مما أثار غضب جمهور الاتحاد الذي كان في أشد الحاجة للنقاط الثلاث. في خبر آخر، انتخابات رئاسة نادي النصر السعودي عرفت اشتعالا كبيرا بعد أن شهد العالمي في الفترة الحالية أزمة إدارية حادة تتمثل في أن أعضاء الجمعية العمومية لنادي النصر لم يترشح أحد منهم لنيل مقعد داخل مجلس إدارة النادي، مما جعل النصر في موقف لا يحسد عليه. اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية قررت تمديد فترة الترشح في العالمي حتى الساعة 10 من يوم الخميس المقبل، استجابة لطلب لجنة الأعضاء الذهبيين في النادي تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر. وفي الوقت الذي نجحت فيه أندية سعودية عديدة في حسم أمر إدارتها عبر جلسات جمعياتها العمومية التي انتهت إما بفوز مرشح على آخر أو حسم أمر بعض مجالس الإدارات بالتزكية، وقف النصر في مفترق طرق بسبب امتناع رجالاته عن تصدر المشهد وقيادة النادي للسنوات الأربع المقبلة. ولكن حسم الأمر مؤخرا وبدل الرئيس تقدم اثنان لمنصب الرئاسة لتشتعل الأجواء الانتخابية بالعالمية. وفي البداية أخذ الخطوة الأولى لكسر الحاجز النفسي على كرسي الرئاسة المستشار القانوني صالح الأطرم، وهم بتقديم أوراق ترشحه يوم الخميس إلى لجنة الانتخابات من أجل رئاسة النادي العاصمي. وحضر الأطرم برفقة الأمير بن سعود الشرفي النصراوي السابق الذي تعهد بتقديم كافة الدعم لمرشح الرئاسة من خلال الأفكار والتوجيهات. وتضم إدارة الأطرم التي تقدمت لخوض انتخابات نادي النصر عبد العزيز العويسي نائبا، وعضوية كل من إبراهيم الحسينان ومحمد الخريجي ومحمد المساعد. وبعده بقليل جاء رجل الأعمال، والذي أشرنا سابقا عن أن رجل أعمال مفاجأة سوف يتقدم لرئاسة النصر، وهو نصر النصر، حيث حضر النصر إلى مقر النادي وأنهى إجراءات الترشح لرئاسة العالمية، وذلك في اليوم الخامس والأخير من الفترة الثالثة، ليصبح تاني المرشحين على هذا المنصب بعد صالح عبد الرحمن الأطرم. وتضم قائمة رجل الأعمال النصر المرشح لرئاسة العالمية كلا من سعود بن علي بن عبد الله نائبا، وعضوية ضيف الله بن دعار العتيبي، وفايز بن عايض بن العنزي، ومنير بن محمد بن خليل، ونصر بن نايف الجنيدي. ونصر النصر تقلد العديد من المناصب الإدارية القيادية والاستشارية، ولكنه لم تكن له أي تجربة في المجال الرياضي خلال الفترة الماضية، وحمل سيرة ذاتية ناجحة في إدارة الأعمال، ولكن لم يخض العمل في المجال الرياضي نهائيا، وبعيدا كل البعد عن المناصب الرياضية سواء إدارية أو فنية أو استشارات. وسوف تشهد الأيام القادمة حسم الانتخابات، وأعلن نادي النصر البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي في الفترة الثالثة، حيث سيتم فحص القائمة الأولية للمرشحين على مدار 3 أيام من يوم 28 يونيو. في خبر آخر، صفقة نارية من العيار الثقيل يمكن أن تشهد
تشهدها الأيام المقبلة بين ناديي الهلال والتعاون، وستكون بمثابة رصاصة الرحمة لأحلام وآمال ناديي النصر والاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الحالي استعدادا للموسم الجديد. تقارير صحفية أكدت اليوم أن السكري القصيم خاطب الزعيم الهلالي بشكل رسمي للحصول على خدمات متعب المفرج أفضل لاعب واعد بالدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الماضي، وذلك عن طريق الشراء، والذي كان معارا من الهلال إلى التعاون خلال موسم 2019، وساهم بشكل كبير رفقة زملائه في تتويج التعاون التاريخي. رد الزعيم جاء مطالبا بالحصول على توقيع مهاجم الذئاب الهداف الدولي عبد الفتاح آدم، والذي تتنافس عليه أندية النصر والاتحاد أيضا. المفرج وآدم كان لهما دور كبير مع التعاون في بطولة الدوري تحديدا، وساهما في حصول سكر القصيم على المركز الثالث بدوري المحترفين كأفضل مركز حققه التعاونيون في مسابقة الدوري على الإطلاق. يذكر أن تقارير صحفية سابقة قالت أن هناك اتفاقا مبدئيا تم بين هداف التعاون ورئيس الاتحاد أنمار الحائلي بتوقيع اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة، بعد الاتفاق على كافة الأمور المادية مع آدم وناديه. وارتفع سعر آدم خلال الفترة الماضية بسبب التنافس الكبير بين الاتحاد والنصر حتى وصل إلى 18 مليون ريال، رغم أن قيمته السوقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي لا يتعدى 750 ألف يورو. كما أن أنباء سابقة أشارت إلى احتمالية بقاء آدم في صفوف الأصفر القصيمي بشكل كبير بعد التألق اللافت له الموسم الماضي وتدمير شباك المنافسين بأهدافه الرائعة. النصر دخل هو الآخر في سباق الحصول على خدمات مهاجم الأخضر رغم ازدحام الخط الأمامي، والذي يأتي على رأسه الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله محطم الأرقام القياسية، وعبد الله السالم مهاجم الفيحاء، بالإضافة إلى المتألق فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي تحت 20 عاما في كأس العالم للشباب الأخيرة والتي أقيمت في بولندا، وخرج الأخضر من الدور الأول بعد خسارة جميع مبارياته. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.